روح القدس الإله الواحد أمين. إحنا بنعمة ربنا ناخد كده على مدار 3-4 حلقات بمناسبة صوم الرسل وبمناسبة بداية الكرازة في الكنيسة، ناخد شوية موضوعات كده من سفر أعمال الرسل. هناخد الأول موضوعين بعنوان مواقف، بعض مواقف التحدي اللي واجهت الكنيسة في سفر أعمال الرسل، وبعد كده ناخد موضوع أو اتنين تانيين عن كيف انتشر الإيمان المسيحي في العالم، ونربطه كمان بدورنا في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، ازاي نكون فاهمين تدبير ربنا من جهتنا، وازاي نكون أيضا فاعلين وعاملين مع الله في نشر الإيمان. فنبتدي الأول بدراسة سريعة في سفر أعمال الرسل، اللي هي بعض المواقف الصعبة اللي واجهوها أبائنا الرسل في كرازتهم وفي نشر الإيمان. وحمشي كده في السفر في يمكن 15 محطة في الوسط، يعني نقراهم مع بعض، وهنشوف إزاي الكنيسة تغلبت على الصعاب دي وواجهت بنجاح التحديات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. لأن طبعاً الكرازة ما كانتش سهلة، ودايماً شغل ربنا في حرب ضده، دايماً شغل ربنا في كفاح، ودايماً في عدو الخير دايماً يثير يعني مقاومة ضد ولاد ربنا. ومش بس أيام الكنيسة، لا، ده من أيام السيد المسيح ما كان على الأرض كانوا بيهيجوا الناس ضده، وكانوا بيضللوا الناس، يعني علشان يبقى كل حاجة واضحة قدامهم بس الناس تضل. يبقى المسيح بيخرج الشياطين يقولك ده بعل زبول بيخرج الشياطين، يبقى المسيح بيشفي الأمراض يقولوا هذا الإنسان خاطئ لأنه لم يحفظ السبت. حاجة عجيبة خالص. فمن البداية ودايما النور الظلمة بتقاومه بكل الوسائل، لكن طبعا ربنا هو اللي بينتصر في الآخر مهما كانت التحديات صعبة. فبنعمة ربنا ننتصر ونوصل كلمة الخلاص للجميع. أول موقف هنشوفه هو موقف من مواقف السخرية والتشويش، وده نفس زي اللي حصل مع السيد المسيح، حصل في بداية كرازة الرسل في يوم 50. فأعمال الرسل 2 في عدد 13 إن الناس سخروا من الرسل وقالوا دول سكارى، ولكن القديس بطرس رد عليهم برد منطقي قوي جدا وواضح جدا. شوفوا كده حصل إيه، بيقول كده في عدد 12، هقول أكبر لكم شوية. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ سمعين الرسل بيتكلموا ب15 لغة. شوفوا اللغات قد إيه. فبقوا يقولوا: أليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فرتيون، مديون، عيلاميون، والساكنون ما بين النهرين، اليهودية وكبادوكيا وبونتوس وأسيا، فريجية وبنفيلية ومصر، مصر دي رقم 11، ونواحي ليبيا التي نحو القيروان 12، الرومانيون المستوطنون، يهود ودخلاء دي 13، كريتيون لهم لغتهم 14، عرب 15 لغة. نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله، يعني بيمجدوا ربنا وبيسبحوا ربنا وبيحكوا عن أعمال ربنا. لسه التعبير ده الإكسبريشن ده احنا ساعات نسمعه في السنكسار أو نسمعه في سير القديسين، يقول لك لما القديس فلان قابل القديس فلان صلوا حيوا بعضه، صلوا وجلسوا يتكلمون بعظائم الله. بعظائم الله يعني الأعمال العظيمة اللي ربنا بيعملها معانا، الأعمال العظيمة اللي ربنا عملها عبر التاريخ في الأسفار المقدسة أو في تاريخ الكنيسة، الأعمال العظيمة اللي ربنا بيعملها معايا أنا شخصيا. فنقعد نسمع، وده حاجة حلوة إن احنا هو ده اللي نتكلم فيه بدل ما نجيب في سيرة الناس والأخبار بتاعت السياسة والاقتصاد والرياضة والغيره. فاحنا
نتكلم في عظائم الله، يعني في الحاجات الحلوة اللي ربنا بيعملها معانا، الحاجات العظيمة. فتحير الجميع وارتبوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ في ناس بيستغربوا بس ومش فاهمين، طلع شيطان بدأ يتكلم على ألسنة ناس، بيقول إيه: وكان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتلأوا سلافة. سلافة يعني شاربين إيه؟ شاربين كويس يعني. ها، سلافة دي الخمرة الجديدة اللي لسه طازة، فدول إيه؟ شاربين كويس فبيخرفوا. دايما طبيعة الشيطان كده، إنه مضلل مضلل. حواء كانت حافظة الوصية، بتقول له إيه؟ بتقول له: لا، احنا ناكل من جميع شجر الجنة، أما هذه الشجرة يوم ناكل منها نموت. فطبعا إيه؟ قال لهم: لا لن تموت، اشمعنا الشجرة الغلبانة دي؟ طب شجعوها شوية، اشمعنا كل الشجر تهتموا بيه وبلاش دي؟ دي حتى حلوة، دي حتى شكلها لذيذ، دي حتى شكلها جميل. مضلل، عدو الخير مضلل، طبيعته كده مضلل. قد امتلأوا سلافة. فرفع بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم، وقال لهم إيه؟ هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار. الناس مش بتشرب الصبح يعني، بل هذا ما قيل بيؤيل النبي: يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، إلى آخر. زي ما السيد المسيح رد برضه، رد واضح ومنطقي، رد واضح ومنطقي. إزاي ببعل زبول أخرج الشياطين؟ إذا انقسم الشيطان على شيطان لا تثبت المملكة، كل مملكة منقسمة أو بيت منقسم على ذاته يخرب. فبالمنطق كده ما تمشيش، بالرد منطقي جدا. وراح مفسر لهم بقى، قال لهم: أولا دي ما تنفعش، ده احنا الساعة 9 الصبح الناس لسه صحية، يشربوا إزاي؟ الناس بتشرب مثلا قبل ما تنام، اللي بيشربوا بعيد عننا يعني، لكن ده الساعة 9 الصبح. نمرة 2، المعنى هو الآتي: كما قيل بيؤيل النبي، كما قيل وبدأ يكلمهم عن المسيح، وبدأ يقول: لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين. وبدأ يشرح لهم شوية من يؤيل، شوية من داود، شوية من إشعياء. يبقى هنا لما يكون في سخرية على طول كانت في مواجهة قوية بالمنطق وبالأدب وبالنبوات باللغة اللي هم يفهموها. دول كلهم يهود بصرف النظر عن لغتهم، هم كلهم كانوا يهود. فبالرد المنطقي وبالنبوات وبالوعظ. طب النتيجة، النتيجة انه كسب بعض الناس. في ممكن بعض الناس اللي الساخرين دول هيفضلوا على كده، هم قافلين قلبهم، ممكن يسمعوا وعظات كتيرة ويسخروا منها ويستمروا في الشر، يستمروا في الطريق بتاعهم، يستمروا في الطريق بتاعهم. وليكن، ده مش معنى كده ان احنا خسرنا، احنا هنكمل وهنوصل كلمة ربنا، وفي ناس هتستفاد. عندنا اجتماع حلو في الكنيسة بس مش كل الناس بتيجي، يبقى خلاص بلاش نكمل. لا، ده احنا نكمل وبكرة الناس تيجي، واللي ما بيجيش هو اللي بيخسر، واللي بيجي بيفرح ويشبع بكلمة ربنا. ناس كتيرة ممكن تحضر عظات في الكنيسة، هل كل الناس بتسمع بنفس القلب المستعد؟ هل كل الأراضي زي بعضها؟ الأراضي فيها أنواع، فيها أراضي جيدة وفيها أراضي محجرة وفيها أراضي فيها شوك وحالتها صعبة، وفي أراضي متداسة طريق ناس دايساها رايحة جاية. بس احنا زي ربنا يسوع ما نمنعش البزار عن أي نوع من الأرض، ونوضح ونوجه ونشرح بالراحة. يمكن في الأول شرح لهم بالراحة خالص، بعد كده لو هيكلم تاني يكون في توبيخ. وهنفضل نوصل كلمة ربنا، واللي عنده استعداد يقبل. ربنا مش هيكبر حد على إنه هو يقبل. ساعات ناس تكون ماشية في سكة غلط، وبعدين ربنا يبعت لهم رسالة كده إنه السكة دي غلط، الكلام ده ما يبنيش،
السكة دي سكة عدو الخير اللي توقع الناس وتعثرهم، مش اللي تبني الناس. لا، مصممين على السكة دي. طب السكة دي ضد وصايا الإنجيل، يقول لك لا، ندخل في فلسفات بقى، فلسفات بتاعت العصر الحالي، يقول لك انت دي قناعاتك لكن انا قناعاتي حاجات تانية. ندخل في التعبيرات مياه دي، قناعات ايه؟ من انجيل واضح. يقول لك لا، تفسير الانجيل يختلف من واحد للتاني. حبيبي، ده واحد بيتاجر في النجاسة، يبقى ايه دي محتاجة ايه؟ واحد بيستخدم العنف، واحد حاجات، كلام واضح ان ده مش مناسب، مش ماتشنج مع الانجيل. لا لا لا، مكمل في سكته على طول، بيلاقي نفسه انفصل عن الكنيسة وانفصل عن النعمة وخسر. ومع ذلك الكنيسة هتكمل. معلمنا بطرس الرسول اتكلم كتير عن بقى السيد المسيح، وقال أخذتموه، في كلام فيه تأنيب كده، مسلما بمشورة الله المحتومة وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. لازم نفهم ان في خطأ فادح تم. طبعا الخطأ الفادح ده اللي ما كانش فيه زيه على مدار كل تاريخ بني إسرائيل، دفعوا ثمنه سنة 70 ميلادية، واتهدم الهيكل وتشتته. وللأسف لحد النهاردة هم مش عايزين يواجهوا الحقيقة دي ولا يفهموا ليه اتشتته واتهدم الهيكل من سنة 70 ميلادية لحد النهاردة. السبب واضح، سبب واضح. هما لما كانوا بيغلطوا كانوا بيتعاقبوا، لما كانوا بيتوبوا كان ربنا بيرجعهم، يسمح لهم يبنوا الهيكل تاني ويرجعوا في اتصال بيه تاني. ليه يحصل حاجة زي كده؟ أكيد في خطية بشعة وخطأ فادح تم. معلمنا بطرس الرسول مش هيجاملهم، قال لهم اهو، أيدي أثم صلبتموه وقتلتموه، لكن ده أقامه الله ناقضا أوجاع الموت. وبدأ يجيب لهم المزامير والنبوات عن كده، وبعد كده يقول لهم كده إن دي قيامة المسيح واضحة وتذكرت في كذا مزمور، إن المسيح أقام الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. عايز يتكلموا عن الروح القدس اللي هم شايفين أثره فيهم دلوقتي، فبدأ يتكلم عن الصليب ثم القيامة ثم الصعود ثم حلول الروح القدس. وبدأ يشرح لهم المزمور اللي السيد المسيح مرة كلم اليهود وقال لهم يعني إيه، قال الرب للرب اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك، يعني إيه؟ فشرح لهم هم. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لهم نعمل إيه؟ فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. وبالفعل تابوا وتعمدوا وأخذوا ميلاد جديد وأخذوا حياة جديدة، وبعد كده اتعطلهم سر مسحة الروح القدس وبقوا هيكل الروح القدس، وبعدين بيتغزوا بقى. ده الترتيب الطبيعي للانضمام لعضوية الملكوت: توبة، معمودية، ميرون، مسحة الروح القدس، بعد كده تغذي باستمرار بقى على أسرار الكنيسة وعلى تعليم الكنيسة. الأم اللي بتحبل كنيسة، الأم اللي بتحبل وبتولد، وبعد ما بتولد بتهتم، بتنظف بسر التوبة والاعتراف، وبترضع وبتغذي من على مذبحها. أم يقول لك وبأقوال أخر كثيرة، يعني مش بس خلص أنتوا تعمدتوا روحوا بقى وخلاص، لا، ده في إيه؟ تغذية مستمرة. بأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. خلوا بالكم، أنتوا بقيتوا مختارين، أنتوا بقيتوا بتنتموا إلى عضوية المملكة السماوية، خلوا بالكم من الأرض ما تتلوثوش بيها ولا بشرها ولا بنجاستها. اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك نحو 3000 نفس. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة، كسر الخبز والصلوات، حياة مشتركة، بيتناولوا، بيصلوا، بيتعلموا، بيدرسوا الأسفار المقدسة. طبعا 3000 دول مش هم كل الناس اللي كانوا موجودين،
وفي الناس اللي بيستهزئوا ما استفادوش، لكن طلعنا بمكسب حلو، وتحول التحدي إلى إيه؟ إلى بركة للكنيسة. تحول التحدي إلى بركة للكنيسة. ده أول تحدي. أول تحدي كان فيه سخرية وكان فيه تشويش، ولكن تحول إلى بركة وخلاص لآلاف. تاني تحدي وجهوه الرسل كان صعب، مقاومة رؤساء اليهود للكرازة. ده حصل بقى عدة مرات. من البداية بطرس ويوحنا وكل الرسل ما كانوش معزولين عن الناس، كانوا دايما يروحوا الهيكل ويصلوا، يصلوا السواعي المزامير اللي احنا الكنيسة بتاعتنا واخدها من الرسل زي ما أبائنا الرسل كانوا بيصلوا. طالعين الساعة 9 يصلوا في الهيكل، طالعين الساعة 6، بطرس الرسول طالع الساعة 6 فوق على السطح لما كان في يافا يصلي الساعة 6 وهكذا. فيروحوا الهيكل، أول ما راح الهيكل عمل معجزة كلنا عارفينها بتاعت الرجل المقعد، فاليهود قاوموه بس مش قادرين يقفوا قصاده نتيجة أنه الرجل بقى له 40 سنة قاعد على الباب، يعني الناس حافظاه زي ما حافظه شكل الباب، زي ما حافظين شكل الباب وشكل الهيكل، من ضمن العلامات المعروفة الشخص ده. عندنا واحدة كده كانت في الكنيسة المرقسية ما زالت من العلامات، تدخل تلاقيها قاعدة على الرصيف على اليمين غاوية كده، يعني واحدة هي مش مقعدة ولا حاجة، هي بتلم يعني رزقها بطريقتها الخاصة. في ناس كده، فدي ده واحد كان بقاله 40 سنة وقاعد مقعد بيشحت، لما قام بقى يتنطط من الفرح، يقول لك كان يطفر ويسبح الله. طب وبعدين نخبي معجزة زي كده ازاي؟ عايزين يخبوها، عايزين يطفوا الشهادة، عايزين يشوشروا على عمل ربنا. فبدأوا يقاوموا وبدأوا يهددوا. طيب التهديدات دي وصلت لسجن، وصلت لجلد، وصلت لتهديد بالموت. تهديدات صعبة، تهديدات صعبة. يردوا عليها الآباء الرسل ازاي بقى؟ بدأوا يردوا بشجاعة وقالوا احنا ما نقدرش نسكت، ما نقدرش نسكت، مش هنخاف، احنا ما نقدرش نسكت. وبدأوا يصلوا صلاة جماعية مع بعض، يقول كده بنفس واحدة، بنفس واحدة. في الإصحاح الرابع وعدد 17 و18 يقول كده، الأول حطوهم قدام المجمع وشافوهم بيجهروا، وبطرس الرسول حولها الوعظة ليهم لليهود ورؤساء الكهنة، قال لهم هذا هو الحجر، قاعد يكلموا عن المسيح الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات. على فكرة أقامه الله من الأموات أو قام من الأموات واحد، لأن القيامة بقوة اللاهوت سواء لاهوت الأب أو لاهوت الابن اللي هو واحد، فساعات يقول قام من الأموات، ساعات يقول أقامه الله من الأموات. لكن لما يقول قام من الأموات يبقى بيتكلم عن لاهوت المسيح، لما يقول أقامه الله من الأموات يبقى عايز يركز أكتر تركيزنا على ناسوته، على أنه هو كان ابن إنسان واخد جسد كامل زينا، والله أقامه يعني اللاهوت أقامه من الأموات. وبعدين يقول لهم كده، ليكن معلوما عندكم أنه باسم يسوع المسيح النصير الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك بالمسيح يعني وقف هذا الرجل المقعد صحيحا أمامكم. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية. بيكلمهم بإيه؟ بلغتهم، بالمزامير لسه مصليين بيه، ها بيكلمهم باللغة اللي هم فاهمينها، لغة النبوات، لغة المزامير، ودي كان قالها لهم السيد المسيح قبل كده لو تفتكروا في مثل الكرم والكرمين، وقال لهم هذا هو الحجر الذي رزله البناؤون، ففهموا أنه بيتكلم إيه؟ عن نفسه وعنهم، أنهم بيرذلوه.
لما قال لهم في المثل الكرم والكرامين صاحب الكرم قال أرسل لهم ابني فأخذوا قالوا هذا هو الوارث أخذوه خارج الكرم وإيه وقتلوا فبدأوا يفهموا قال لهم عشان كده ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع أثمار. فلما رأوا بعدين بدأ يأكد بقى أنه هو ده المخلص ليس بأحد غيره الخلاص لهنا وليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن إيه أن نخلص. فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا بيكلموا بقوة بولدلي بيكلموا بقوة وبتأكيد وبشجاعة وحافظين النبوات وعملين يكلموهم حسوا أنه هما مش قدام حاجة ممكن يستخفوا بيها بس مش عارفين يعملوا إيه ومش عايزين يفتحوا قلبهم للحق. خسارة لما يكون إيه الإنسان قدامه الحق ويرفض علشان مصلحته الشخصية أو علشان يعني ممكن أقولها بلغة النهاردة عشان الكارير بتاعه ما يروحش ما يضيعش. ده راجل النهاردة معلم وراجل رئيس كهنة والتاني في الريسي ومعلم ومكرم لو ساب الكلام ده ومشي ورا المسيح هيفقد المزايا المادية دي وهيفقد المزايا المجتمعية إنه راجل معلم وراجل يعني فاهمين إزاي الكارير بتاعه هيضيع. واحد بيكتب هفترض واحد بيكتب قصص قصص وعنده كارير بقى وبس بيدخل حاجات وحشة خالص في القصص بتاعته دي وبعدين حد قال له حبيبي انت كده بتتاجر لحساب عدو الخير انت كده اللي بيقرارك بيقع في الخطية وفي النجاسات فقدامه يمشي والإنجيل انت كده بتكسر وصية الإنجيل انت كده ماشي في سكة عدو الخير انت بتهدم في الملكوت مش بتبني انت مش اداه في ايد ربنا انت اداه في ايد عدو الخير بيوقع بيك كل يوم ناس جدد يحسبها يقول انا امشي ورا الانجيل ورا الحق ولا امشي الكارير بتاعي انا اتشهرت انا بقيت كذا او دول كده دول ناس مشهورين في وسط الناس ان هم معلمين وان هم ناس لا كل الكلام ده الكارير اللي انت بتقول عليه كبير وجايب لك فلوس قد كده وجايب لك مركز وجايب لك يعني منصب كبير او شهرة في وسط الناس كل ده ما يسويش حاجة انك انت تبقى عضو في الملكوت ما يسويش حاجة قصاد انك انت تاخد السماء ما يسويش حاجة ما يسويش حاجة غير انك قصاد انك انت تبقى في شركة مع المسيح ده انت لما تدخل في شركة مع المسيح ده شيء لا يقدر بثمن دي كرامة ما بعدها كرامة لكن لو مشيت استمريت في الكارير بتاعك ده اللي رافض للحق ماشي في المسيرة بتاعتك دي اللي في طريق الظلمة انت كده هتفقد كل حاجة عشان كده معلمنا بولس الرسول كان زي الناس دي كان في الريسي ابن في الريسي وكان معلم وكان صاحب اسم وشهرة وسلطان وبعدين قال ايه قال لا 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 ده انا كل ما كان لي ربحا حسبته من اجل المسيح خساره وانا خسرت كل الاشياء بس احسبها نفايه دي كانت شويه زباله قصاد معرفه المسيح لكي اعرف المسيح واوجد فيه ده اعظم شرف واعظم كرامه واعظم مكسب اعظم مكسب فدول الرسل بيواجهوهم بكلامهم بيواجهوهم بنبوات بيواجهوهم بكل وضوح بيقولوا لهم اهو الراجل قدامكم ده قام مش بقوتنا ولا بتقوانا ده باسم يسوع يسوع النصير اللي انتوا صلبتموه اللي قام من الاموات وغلب الموت اللي ما فيش اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص يعني كل اللي انتوا بتعملوه ده فشل وهلاك من غير يسوع اسم يسوع هو ده القوة المخلصة يعملوا ايه قال لك لا قدامنا اختيارين ينسيب السكة بتاعتنا دي ونمشي ورا يسوع المخلص اللي شايفين قدامنا اثر وفاعلية الايمان باسمه في حاجة لا يمكن تكذبها الراجل المقعد اللي بقاله 40 سنة واكتر من 40 سنة يا اما نحافظ على نفسنا بقى نحافظ على نفسنا ونحافظ على كياننا ونحافظ على هيئتنا
كمعلمين وفريسيين والناس رجال الدين بتوع العصر ده، نحافظ على نفسنا ونقف قصاد الناس دي نسكتهم. طب نعمل ايه؟ يقول لك فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديم العلم وعميان تعجب. أدي كان حتى إثبات تاني، الناس دي جابت الحكمة منين؟ الناس دي جابت الدراسة دي منين؟ الناس دي جابت الكلام القوي ده منين والقوة دي منين أنها تعمل معجزات؟ فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. قال هو مفيش فايدة، مفيش تفسير غير أنهما كانا مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما، الرجل الذي لهم وفرحان بهم، لم يكن لهم شيء يناقضون به، ما عندهمش حجة، ما عندهمش حاجة يعني يكسروا بها كلام الرسل. طب يعملوا إيه؟ فأمروهما أن يخرج إلى خارج المجمع. قالوا لهم طب اطلعوا برا شوية. وتآمروا فيما بينهم. شوف إنسان بدل ما يفكر في خلاص نفسه يفكر في التآمر على الحق، يفكر في التشويش على الحق، يفكر في إسكات صوت الحق بلوك. لا طب أنت كده هتخسر، أنت كده هتخسر. فكروا أنهم يتأمروا قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين، لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لألا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلم أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. نهددهم عشان يسكتوا وخلاص، مع الوقت الناس هتنسى. فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع، اوعوا تتكلموا. طبعا ايه بطرس ويوحنا ما دول ناس واقفين على الصخر، دول مش ناس مثلا يعني ماشيين ورا فكرة مش عارفين أساسها، لا دول إيمانهم راسخ وكانوا شهود للقيامة ولمسوا المسيح وعاشوا معاه وممتلئين من الروح القدس. ده لما نيجي نتكلم كيف انتشرت الكنيسة وكيف انتشر الإيمان الأسبوع اللي بعد جاي إن شاء الله هتكلم على عمل الروح القدس في الكنيسة. ناس ممتلئين من الروح القدس، هم اتنين واقفين قصاد مجمع وناس شداد أصحاب سلطة. فأجابهم بطرس ويوحنا وقال إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا. زنقوهم قالوا لهم مش أنتوا الناس بتوع ربنا؟ مش أنتوا رجال الدين؟ إذا كان حقا أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكم، احنا بنقول كلمة حق وبنسمع لربنا وبنشهد لربنا. تلاحظوا ان الناس دي مليانة قوة، بطرس ويوحنا دول مش ضعفاء لانه مليانين بالروح القدس. لاننا نحن لا يمكننا ان لا نتكلم بما رأينا وسمعنا، ما نقدرش نسكت. تحس ان جواهم طاقة، تحس ان جواهم حاجة مش قادرين يسكتوا، في عمل إلهي جواهم لازم يشهدوا للمسيح. طبعا التانيين ايه سمعوا الكلمتين ومش عارفين يردوا، هددوهم تاني ومشوه. وبعدما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب. طبعا كان في ناس كتيرة واقفة وشاهدة فمش عارفين يعاقبوهم، هم عاقبوهم بعد، هم جلدوهم بعد كده وسجنوهم بعد كده، لكن المرة دي مش عارفين. لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة زي ما قلنا قبل كده. ولما أطلق الاثنين أتيا إلى رفقائهما، طبعا المكان المعروف اللي هو المكان الكنيسة الأولى بيت مريم أم يوحنا الملقب إيه مرقس، مامة مريم مرقس كانت وهبت البيت بتاعها يبقى هو ده مكان الكنيسة، كان في اللي هي العلية اللي في أورشليم، وكانوا يروحوا الهيكل ويرجعوا، ده كان مقرهم. رجعوا على إيه؟ على بقية الكنيسة. وأخبرهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، قالوا لهم القصة، قالوا لهم حصل كذا وعملنا معجزة كذا، وبعدين هاجوا وماجوا وقعدوا عملوا لنا محكمة وإحنا لقيناها فرصة وكرزنا، وبس هما بيهددونا وإحنا قلنا لهم إحنا مش بنتهدد، إحنا هنشهد للحق ومش هنسمع للبشر، هنسمع لربنا.
احنا هنشهد للحق. ولما أطلق أتيا إلى رفقائهما وأخبرهم بكل ما قاله لهم رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا، أدي تهديد، تهديد صعب، يعملوا إيه؟ المواجهة بقى بتاعت التحدي، زي ما أنا بتكلم تحديات وكيف واجهتها الكنيسة. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا، الصلاة، الصلاة هي القوة بتاعت الكنيسة. لما نواجه تحدي نصلي، هي دي قوتنا، ونصلي بقلب واحد وبنفس واحدة. جميل قوي لما نكون بنصلي القداس كده مع بعض، بنصلي الأجبية مع بعض، بنصلي صلاة بقلب واحد وبنفس واحدة. وقالوا، أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بثم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. واضح هنا الصلاة بالإيه؟ بالمزامير، الصلاة بالمزامير، مش كده؟ المزامير هي دي مادة الصلاة حلوة بتاعتنا، تفرق كتير لما الواحد يصلي صلاة كده مع نفسه لوحده وبعدين يبتدي يشتكي يقول أنا حاسس إن صلاتي ضعيفة. واحد تاني المزامير هي الوقود بتاع صلاته، هي الوقود بتاع صلاته، الصلاة بالمزامير. الكنيسة الأولى هي أول صلوة بتصليها، مذكورة في سفر أعمال الرسل، صلاة جماعية هي بالمزامير. وممكن أخذ المزمور وأصلي بروح المزمور، يعني أخذ المزمور وابتدي أفكر فيه وأصلي به. خدوا هم حتة كده من المزمور لقوها منطبقة على وضعهم، وخاصة المزمور ده انتوا عارفين فيه مزامير بيسموها المزامير المسيانية، سموها الآباء كده مزامير المسيانية، يعني المزامير التي تتحدث بوضوح شديد عن سيد المسيح، زي المزمور الثاني ده، زي المزمور 22، زي المزمور 110، في بعض المزامير كده. فده مزمور ودرع، حاطين المزمور وقالوا له انت قلت كده، انت اللي قلت بفم داود فتاك، اذن المزامير دي كلام ربنا بفم المرنمين او داود او سليمان او اساف او غيره. يعني المزامير دي لم تاتي بفم انسان ولا بمشيئه انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين ايه؟ من الروح القدس. فانت انت القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب الباطل؟ قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل، ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. كل اللي عملوه ده كان كله معروف عندك وعينته مشورتك ورتبته انت، ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهره، بمد يدك للشفاء ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. كمل معانا يا رب واسندنا يا رب، وادينا قوه ان احنا نتكلم كلامك بكل مجاهره، وادينا قوه يا رب ان احنا نوري الناس قوتك من خلال ايات للشفاء. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. صلاة هزت المكان وأخذوا قوة من الصلاة وامتلأوا من الروح القدس، وده غرض الصلاة دايما. غرض الصلاة ان احنا نتملي من الروح القدس وناخد قوة. الصلاة مش مجرد روتين علينا فرائض نصلي كم مرة في اليوم نركع كم مرة، لا، الصلاة هي وسيلة للامتلاء بالروح القدس، وسيلة نمتلئ بالقوة الإلهية، وسيلة تدينا حكمة في الكلام وفي التصرف، هي ينبوع كل قوة وكل نعمة الصلاة. ده تاني موقف، هجري بسرعة شوية عشان خاطر نلحق نخلص السبع مواقف بتوع النهاردة. ده تاني تحدي، مقاومة رؤساء اليهود للكرازة وتهديدهم للرسل ردوا بالشهادة بشجاعة وبصلاة جماعية. نمرة ثلاثة، ثالث تحدي كان تحدي غريب وخبيث، ما يبدوش خالص انه في مشكلة،
بس كان يعني خطير، ممكن يهز الكنيسة من الداخل، ولو استشرف الكنيسة ممكن ان هو يضعف الكنيسة من الداخل. ايه التحدي ده؟ شيطان المظاهر وحب المظاهر. شيطان المظاهر يعني ايه؟ يعني ناس يجوا الكنيسة ويتظاهروا ان هم بيصلوا وبيدوا عطاء، ها، وهم من جوه بيحبوا العالم ولهم حياة مختلفة بره، يتظاهروا بحاجة لكن هم قلبهم مش مستقيم مع ربنا، قلبهم مش بكامله مع ربنا، يتظاهروا بس مع اللي بيصلوا ومع اللي بيصوموا ومع اللي بيدوا عطاء، يتظاهروا بس. ده وضع خطير، والمواجهة كانت صعبة الحقيقة. يعني بطرس رد يعني ده يعني تصرف الكنيسة مع الناس دي اللي بيراؤوا أو بيتظاهروا. المراءاة يعني واحد بيترأى بحاجة من بره غير اللي جواه، المظهر غير الجوهر. فالرد كان بحسم واستئصال للشر. قصة اللي احنا عارفينها بتاعت حنانية وسفيرة كانت قصة، يعني في ناس تقول ياه يعني ده كان شديد قوي معاهم، ده طب ما كانش فيه طريقة يعني أهدى من كده. الحقيقة دايما أول مرة يكون فيها مخالفة للوصية بتبقى فيها الحسم ده، فيها الحسم ده علشان نعرف ان كل اللي هيمشي في السكة دي هتكون نهايته كده، حتى لو ما خدش العقوبة ظاهرة قدام الناس لكن هو هياخد العقوبة أبدية. يعني مثلا في العهد القديم بعد ما ربنا عطاهم الوصايا العشر، جه واحد يوم السبت قال أنا ما يهمنيش إيه يوم السبت ده، اذكر يوم السبت لتقدسه ولا تعمل فيه عملا تقدسه لربنا، يعني يبقى كله لربنا. وراح طلع بره ومسك الحديد البلطة الحديد في إيده وراح يجمع خشب زي الحطب، يعني يجمع خشب يقطع خشب. فقالوا له أنت بتعمل إيه؟ قال لهم يعني راحوا لموسى قالوا له في واحد أديه لقيناه بيجمع حطب وبيجمع خشب يوم السبت، نعمل فيه إيه؟ ده كسر واضح للوصية، إحنا لسه طازة، لسه ربنا عطينا الوصايا. وده يتحدى كده قدام الكل. فموسى قال لهم أنا ما أعرفش، خليه على جنب، نحجزه عندنا كده ونشوف ربنا يقول إيه. الرد كان رد شديد من ربنا، قال يرجم ورجم، رجمه الشعب، خلاص الدنيا اتظبطت. هنا حنانية وسفيرة كانوا برضو لأول مرة تيجي ناس بالقلب اللي هو مش مستقيم قدام ربنا. يعني لو قريته في ده أول حتة في الإصحاح الخامس، لو قريته في آخر الإصحاح الرابع هتلاقوا ناس بتبيع كل ممتلكاتها وبتيجي تقدمها، ما حدش قال لهم بيعوا، بس هم حابين يقدموا كل حاجة لربنا. كان قبلها على طول في الإصحاح آخر الإصحاح الرابع برنابة يقول إنه كان عنده حق لباعه وجه وكرس حياته لربنا. طيب رجل اسمه حنانيا امرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ محدش ضربك على إيدك عشان تعمل كده. ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ الفلوس كانت بتاعتك، جاي تقول ليه أدي كل اللي عندي؟ هو جاي يقول كده أدي كل اللي عندي، طب جاي تكذب ليه؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر، حاطت في قلبك شر، حاطت في قلبك كذب، أنت لم تكذب على الناس بل على الله. أنا عايز أقف في الحتة دي، إن اللي بيكذب ده في حاجتين. الحاجة الأولى، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب؟ واللي بيكذب ده خاصة اللي بيكذب بإصرار، ده واحد ملأ الشيطان قلبه.
ساب الشيطان يملأ قلبه وبعدين بدأ يتكلم على لسانه. كذب ده مش خطية سهلة. حدي فرصة للكذب معناها بدي فرصة للشيطان يملأ قلبي عشان يتكلم على لساني، ما ينفعش. حاجة تانية في الكذب، أنت لم تكذب على الناس بل على الله، لأن ربنا عارف الحقائق. هتضحك على الناس، هتضحك على الناس يمكن، لكن مش هتعرف تضحك على ربنا. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات. وبطرس ما موتوش، بس في قضاء إلهي كده وقع ومات. وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فواضح انه أجرة الخطية موت، ما قلتش دي كذبة صغيرة، أجرة الخطية موت، ودينا شايفين قدامنا. ده مجرد يعني عرض ديمونستريشن ان الخطية موت، ان الشر لما يستخبى في القلب واللي يحط في قلبه كده الشر يبقى أجرة الخطية موت. بعد كده بعد ما شالوه، حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. أجابها بطرس وقال، أجابها بطرس قولي لي أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب. روح الرب ده قائد الكنيسة، زي ما بقولكوا هنتكلم في الموضوع ده الأسبوع اللي بعد الجاي. روح الرب هو قائد الكنيسة، الكنيسة دي مش بيديرها شوية أشخاص أيا كانت يعني رتبهم أو أيا كانت مواهبهم، ده الروح القدس هو قائد الكنيسة. واللي بيمس الكنيسة واللي عايز يخرب في الكنيسة ده الخطية دي متوجهة لروح الله قائد الكنيسة. تقولي هون دول بيخربوا؟ قول آه، التهديد المرة دي والتحدي مش جاي من برة بس جاي من جوه. روح الخبث والرياء والمظاهر والاكتفاء بالمظاهر ده تخريب في الكنيسة. الكنيسة لازم كل أعضائها طيبين مقدسين لربنا، مش ذوي قلبين ولا ذوي لسانين، دول ناس مقدسين حياتهم بالكامل لربنا. ما ينفعش أن هما يبقوا بتوع مظاهر من جوه بشكل وبره بشكل، يبقوا مخبيين شر وكذب في قلبهم وجايين الكنيسة قاعدين زي الباقيين وداخلين بيظهروا سخائهم في العطاء. ما بالكم اتفقتم على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب سيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوا ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجل. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. زي ما قلت لكم الحادثة دي ليها ظروفها، ان هي اول مرة تدخل خطية من جوه بالمنظر ده. شفنا طبعا في الكنائس بعد كده ان في خطايا بتدخل، زي الاستهتار في التناول. الاستهتار في التناول كان عن في كنيسة كورنثوس، انه الناس بتاكل وتشرب وتسكر وبعدين تتناول. الاستهتار في التناول النهارده يمكن يكون مختلف شويه، يعني جايين متاخرين وداخلين نتناول، نفس الطريقه نفس الاستهتار بس شكله مختلف شويه عن بتاع زمان. ها جايين مش طيبين وجايين مخبيين شر في قلبنا ومش طايقين ناس وبعدين برضو داخلين نتناول، وايه يعني في نجاسات وحشة في حياتنا ومش طيبين ومش بنعترف ونتوب وداخلين استهتار برضو. بولس الرسول كان برضو very strict، حازم، قال لهم الشخص اللي في حالة زنا موجودة عندكم دي، الشخص ده يسلم مثل هذا للشيطان، ده يقطع من الشركة، ما يتناولش، يقطع من الشركة. ولما تاب ما فيش يعني ما سابوش سنين، بعد شهور لما تاب رجعوا، قال مكنوا له المحبة رجعوه تاني لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. طبعا لو كان عطبطب عليه في الأول لكان تاب ولا حزن ولا ندم ولا ساب الخطية ولا حاجة. لكن ما ينفعش أصلا في الكنيسة يكون فيها كده. معلمنا بولس الرسول كان واضح مع أهل كورنثوس، قال لهم ما ينفعش لا شركة للنور مع الإيه؟ مع الظلمة. أية شركة للنور مع ظلمة وأية
خلطة للبر والإثم، ما ينفعش الكنيسة يكون فيها كده. وقال لهم اللي انتوا بتستهتروا في الاجتماعات بتاعتكم وفي التناول، عشان كده في عقاب من ربنا نازل عليكم، وكثيرون مرضى وضعفاء وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. شاطر اللي يحكم على نفسه قبل ما يتحكم عليه، وياريت حتى يتحكم عليه هنا في الأرض علشان يتوب، أحسن ما إيه ما يروح السماء وهو مش تايب يتحكم عليه حكم أبدي. فمن مراحم ربنا وحنانه أنه ساعات يحكم علينا في الأرض ويعاقبنا علشان نتوب، علشان ما نتحرمش من الأبدية معه. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. يبقى ده التحدي رقم ثلاثة، اللي هو كان تحدي من الداخل مش من الخارج. شيطان بيتسلل، شيطان المظاهر بيحاول يتسلل للكنيسة من جوه علشان يخرب في الكنيسة ويضيع النقاوة والاستقامة بتاعة الكنيسة. أنا جاي عشان ربنا، مش جاي عشان حاجة تانية، أنا جاي الكنيسة عشان توبتي، عشان خلاص نفسي، مش عشان حاجة اجتماعية ولا منفعة شخصية ولا طلبة مستنيها من ربنا فحفضل ملتزم لحد لما يديها لي. لا، أنا جاي عشان بحبه، علشان بحب صليبه، عشان هو أحبني أولا، عشان بدور على خلاص نفسي، جاي عشان أقوي توبتي، جاي عشان أتغذى بكلامه، جاي علشان أنا ليا شركة مع أخواتي في المسيح وكلنا مع بعض جسد واحد. أنا جاي ليا هدف روحي مش أي أهداف أخرى. رابع تحدي كان موجة عنف من اليهود، بقى موجة عنف من اليهود ضد الكنيسة، وانتهت بسجن الرسل وجلدهم. دي في أعمال خمسة، وكانت قاسية، ومع ذلك احتملوا ووصلوا رسالة الكرازة وكانوا فرحانين. يقول لك خرجوا فرحين، بهدلوهم وجلدوهم وضربوهم وقالوا لهم اوعى تنطقوا بكده، خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. في أعمال الرسل في نفس الإصحاح ده، إصحاح الخامس أهو، كان بطرس عمال يعمل معجزات، اجتمع جمهور المدن كله علشان حاملين المرضى عشان يشفيهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصديقين وامتلأوا غيرة. طبعا دي غيرة بس إيه، ليست بحسب المعرفة زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، يعني غيرة فاكرين هم في اتجاه ربنا لكن هم الحقيقة ماشيين في اتجاه غلط. زي ما بولس زمان كان عنده غيرة وكان عمال يبهدل الناس، يرجع مستفانوس ويشد المسيحيين يجرجرهم للسجون، كان فاكر أنه عنده غيرة، لكن كان لي غيرة أوفر في تقليدات أبائي، ومع ذلك كانت غيرة ليست حسب المعرفة، مش غيرة في الاتجاه الصح. فألقوا أيديهم على رسل وضعوهم في حبس العامة، خدوهم وكان لهم سلطان أنهم ياخدوهم يحطوهم في السجن، خدوهم يحطوهم في السجن. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. يا سلام، معونة سماوية تيجي للناس المظلومين اللي بيشتغلوا مع ربنا. طبعا الرسالة أكتر مش للرسل، الرسالة أكتر رؤساء الكهنة لليهود، ما الرسل شايفين عمل ربنا على أيديهم، دي مش أول معجزة هتحصل لهم. لكن الرسالة لليهود إن الناس دي جاية من عند ربنا، واضح في قوة إلهية بتسندهم. ملاك الرب فتح باب السجن وقال لهم روحوا كلموا الناس. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل ما شيخ بني إسرائيل فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا وقائلين إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. ده زي السواح كده، السواح دول مش حاجة يعني بعد الرسل بكتير، ده أيام الرسل هي. كان ربنا بياخدهم يفتح لهم أبواب السجن ويخرجهم، ورجعت الأبواب مقفولة تاني والناس واقفين الحرس. فلما سمع الكاهن وقائد كند الهيكل رؤساء القناة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم، ما عسى أن يصير هذا. ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا إن هوذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب.
نراجع نفسنا ولا ما نراجعش؟ نراجع نفسنا ولا ما نراجعش؟ دي مش أول مرة تشوفوا معجزات ولا حاجة، ولا حياة لمن تنادي. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضروهم لا بعنف، لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا، يخافوا بس من الشعب بس ما يخافوش من ربنا. ده كلام. تعالوا يا جماعة بس من فضلكم 5 دقايق كده، عايزينكم في الأوضة هناك. عارفين زي بتوع أمن الدولة في مصر لما كانوا ياخدوا واحد كده من السكة، ها يديروا معاش 5 دقايق عشان عايزينك بس هنا شويتين، وياخدوه بقى يعني يبهدلوه كده. فقالوا لهم ايه؟ بالراحة كده عشان الناس ما تاخدش بالها. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، وأنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان؟ طب ليه المغلطات يعني؟ لما أنتوا بالعظمة لسانكم قلتم دمه علينا وعلى إيه؟ أولادنا. إحنا مش بنجلب عليكم دم حد، أنتوا خطيتكم اللي بتجلب عليكم الشر والعقوبة. يعني أنا هفترض واحد بيغوي الشباب علشان يمشوا في طريق النجاسة، أقول له حبيبي دم الشباب ده هيطلب منك، يقول لي بقى ما تحملنيش بدم الشباب. أنا مش بحملك، ده أنت بشرك وبطريقتك الوحشة وجذبك للشباب في طريق النجاسات هو ده اللي بيحملك، مش كلامي أنا بنبهك بس، أنا مجرد بنبهك. بطرس الرسول لما قال لهم انتوا قتلتموه بايدي اثمه، ده بيفكرهم عشان يتوبوا ويقبلوا المسيح. على راي سيدنا البابا شنوده كان لهم مقوله ذكيه وجميله، لما قالوا له ده في قرار طلع مش عارف من كرسي روما انه اليهود الحاليين ما لهمش دعوه، يعني ابرياء من دم المسيح. فانتوا ككنيسه قطيه تقولوا ايه؟ قال لهم احنا مش بنحكم على الناس، لكن هم بنفسهم قالوا دموا علينا وعلى أولاد، فهم يبقوا أبرياء لو أمنوا بالمسيح، لكن لو ما تابوش وما أمنوش بالمسيح يفضل الذنب إيه؟ عليهم وعلى أولاده. زي واحد ماشي في الخطية وقوله حبيبي أنت كده هتهلك، دمك على رأسك، ما تحملنيش إن أنا يبقى دمي على رأسك. حبيبي هو دمك على رأسك فعلا، أنا مجرد بنبهك، لكن أنت أعمالك اللي هتوديك يمين أو شمال، تصرفاتك هي اللي هتجني ثمرتها، أنت هي اللي هتحكم عليك. فإيه رد غير منطقي من رؤساء الكهنة، بيقولوا لهم إيه؟ أنتم ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. إحنا مش هنجلب حاجة عليكم، ده هو أنتوا اللي قتلتموه بأيدي آثمة، وأنتوا اللي قلتم دمه علينا وعلى أولادنا، وإحنا عايزين مش نجلب عليكم دم هذا الإنسان، إحنا عايزين نخلصكم من هذا الذنب لما تتوبوا وتقبلوه إلها وملكا ومخلصا تخلصوا، يبقى دمه مش عليكم، يبقى دمه مخلص ليكم، يبقوا افتديتم بدم ثمين كما لحمل بلا عيب. فالرسل ما كانش قصدهم ان هم يجلبوا دم المسيح على الرؤساء الكهنة، بالعكس دول عايزينهم يتوبوا ويعرفوا المسيح فالخطيه بتاعتهم تغفر ويرجع لهم الرجاء في الحياه الابديه تاني. عدو الخير يقلب، يعني لو اب بيوبخ ابنه يقول له انت بتوبخني وعايز تأذيني، حبيبي ده بيوبخك علشان تسيب الخطية، علشان تتوب، علشان مصلحتك، علشان فايدتك. انت بتفهم بالعكس، انت بتفهم بالعكس. ده عايزين يخلصوهم الرسل، عايزين يخلصوا الناس دي من حكم الموت اللي هم حكموا بيه على نفسهم. فأجاب بطرس والرسل وقال برضو رد جميل ومنطقي: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، فالدم عليكم لأن كنتم قتلتموه، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا.
الخطايا بتاعتكم دي تتغفر لو تبتوا وأمنتوا. ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. طب يتوبوا ويأمنوا علشان يترفع من عليهم حكم الموت؟ أبدا. إلا فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. عايزين يقتلوا الشهادة، واللي بيشهد ده يقتلوا بقى بالمرة. يا للدرجة دي، انتوا الناس بتوع ربنا، انتوا رجال الدين اللي الوصية واضحة قدامكم لا تقتل. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل، ده كان رجل معلم وفاهم، وحس كده اتهز، واضح ان هو من جواه اتهز يعني، ولكن للأسف ما أمنش، لكن اتهز، حس ان الناس دي في قوة وراهم، دول ناس ازاي فيهم القوة دي والنعمة دي؟ معلم للناموس ومكرم عند جميع الشعب، أمر أن يخرج الرسل قليلا، ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا. عايزين يموتوه، لأنه قبل أيام قام فلان وقال عن نفسه أنه شيء، ولكن اتبدد وراح ومات هو واللي معاه، وبعد كده قام واحد تاني وأزغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقضوا لتشتته. ولا أنا أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي وهذا العمل من الناس فسوف ينتقد، هيتهد لوحده، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لألا توجدوا محاربين لله أيضا. واضح أنه هو من جواه حس أن دول من الله، وأنه لو هو فضل يحارب كده يبقى هو بيحارب ربنا. فانقادوا إليه، كان رجل كبير وحكيم، طيب يعملوا إيه؟ يمشوهم في سلام؟ أبدا. ودعوا الرسل وجلدوهم، والجلد ده كان من أصعب العقوبات اللي موجودة في ذلك الزمان، وكان الناس بتموت منه، كان في ناس ما تستحملش تموت منه. 39 جلدة، دول بالسيور، إحنا يعني اللي شاف الكفن شاف جسم المسيح كان شكله إيه، نزلوا عليهم جلدوهم يعني دمهم ساح، وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم. ودي كانت آخر مرة فيها مواجهة بينهم وبين بعض. بعد كده بقى كانوا يوصوا هيرودس، يوصوا بتاع يقتل على طول. أما هم فذهبوا فرحين من المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يا سلام، خرجوا فرحين. قعدت أنا أفكر زمان كده، ليه الإنسان يفرح لما يتبهدل ويتظلم ويتهان ويتعذب؟ إلا إذا كان كل ده من أجل حد هو بيحبه أوي أوي أوي، ونفسه يقدم له حاجة. فعلا فعلا اللي حاسس بحب المسيح وبالدين الكبير اللي عليه ونفسه يقدم للمسيح حاجة، يوم ما بيتبهدل أو يتهان من أجل المسيح بيبقى فرحان، يقول يا رب أهو لقيت حاجة أقدمها، لقيت حاجة يا رب، أنا ما كنتش لاقي حاجة أقدمها، ومهما قدمت يا ربي مش ما يجيش حاجة قصاد عملك ومحبتك، لكن أديني لقيت حاجة أقدمها. لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم المسيح، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين باسم يسوع. التحدي الرابع اللي احنا قلناه دلوقتي، اللي هو اضطهاد اليهود للكنيسة وسجن الرسل، وكان الرد انهم احتملوا ومجدوا ربنا ووصلوا رسالة الكرازة والفرح بالصليب، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5: نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فإيه فنعز. احنا رسالتنا نبارك الناس، نحتمل الناس، نعز الناس. هما بيعملوا ايه؟ بيشتموا بيضطهدوا بيفتروا علينا، ده اللي جاي منهم، لكن احنا ما عندناش غير الحاجات الحلوة اللي جوانا، ان احنا نبارك الناس، ان احنا نحتمل الناس، ان احنا نعز الناس. خامس تحدي، وده برضو كان
تحدي من الداخل، ولذلك كان تحدي صعب، إنه في مشاكل تنظيمية بسبب كثرة عدد التلاميذ حصلت، وبدأت تخلي ناس تغير من ناس، بيهتموا بدول بيسيبوا دول، دول واخدين حقوق أكتر مننا، دول واخدين نصيب أكتر مننا. طبعاً وقتها الرسل عملوا نوع من التدبير في الكنيسة، وعملوا رتبة مخصوصة للخدمة بتاعت الشمامسة أو خدمة الموائد. دي اللي موجودة زي ما قلت في الإصحاح السادس من سفر أعمال الرسل، يقول لك إيه؟ يقول إنه لما كانوا عدد كبير خالص حدث استكثر التلاميذ، حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين اللي هم يعني اليهود المسيحيين، أنا آسف، اللي من أصل يوناني على المسيحيين اللي من أصل عبراني أو يهودي. أن أراملهن كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، الناس الغلابة الأرامل اللي دخلوا للإيمان اللي ما عندهمش أي نوع من يعني الفاينانشال سبورت، الدعم المادي، فكانت الكنيسة هي اللي بتصرف عليهم، الكنيسة هي اللي بتصرف عليهم. ففي بعضهم ما كان بسبب زيادة العدد كتير قوي قوي ما كانوش بيعرفوا ياخدوا النصيب بتاعهم في الخدمة اليومية، يعني النصيب اليومي. فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا، قالوا لهم بصوا، لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. إحنا يعني الأكل والشرب والاحتياجات المادية دي ممكن تكون حاجة تضيع لنا، تستهلك مننا وقتنا الثمين اللي المفروض مكرس للصلاة وخدمة الكلمة. فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة، يعني حتى خدام الحاجات الاجتماعية لازم يكونوا مليانين من الروح القدس والحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة. وهنا طبعا المبدأ الكنسي الجميل اللي كان دايما البابا شنودة برضو يثبته في الكنيسة وكرسه للكنيسة، انتخبوا أنتم فنقيمهم. انتخبوا يعني نشوف الأفضل، الشعب يفرز لنا أفضل حاجة وإحنا نضع اليد وإيه ونقيمهم، يعني نرسمهم في الرتبة المناسبة لخدمتهم. أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. يبقى في رتبة جديدة طلعت، الروح القدس أرشد الكنيسة اللي هي رتبة الخدام أو الشمامسة. فحسن هذا القول أمام كلمة شماس، كلمة سوريانية معناها خادم يعني. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمون وبرمينس ونيكولاوس دخيلا أنطاكيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي. أدي الرسامة، يبقى في صلاة ووضع يد زي ما ماشي في الكنيسة لحد النهاردة. وكانت كلمة الله تنمو، عدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. يبقى فيه، يبقى احنا لما يكون في مشكلة تنظيمية داخل الكنيسة ما نتجاهلهاش، نرتب لها ناس مسؤولين يهتموا بيها ويقوموا بيها، بس الناس دول مش أي ناس، لازم يكونوا مملوئين من الروح القدس وبيتغذوا روحيا كويس، مملوئين من الإيمان، مملوئين من الحكمة. الناس دي هي اللي تقدر تخدم في الكنيسة، مش هجيب أي حد يخدم في الكنيسة يعمل شوشرة ومشاكل أكتر ما يؤدي خدمة. لازم الناس دي تكون ناس متنقيين ويترسموا في الرتبة بتاعتهم ويقوموا بالخدمة. هكتفي بالخمسة دول علشان خاطر الوقت بتاعنا النهاردة، والأسبوع الجاي نكمل بقية التحديات كلها. احنا عندنا يمكن 15، نكملهم الأسبوع اللي جاي، أو يعني حسب ما نقدر نكمل يعني وإحنا ماشيين كده في سفر أعمال الرسل. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. يعني ممكن دقيقة أو دقيقتين لو في حد عنده تعليق أو سؤال، وبعدين نصلي. هو في سؤال بسيط، هو يعني أبونا إسحاق اللي نيح نفسه كان بيقف في الكنيسة يعرف كل واحد جه متأخر، كل واحد جه بدري، كل واحد ما جاش خالص. فبالنسبة للتناول، لو أي حد جه متأخر، أي نوع هو فيها أحراج إن أنت تقول لحد ما تتناولش عشان جيت متأخر، بس على الأقل تدي له نوت
لو جيت متأخر تاني أنا مش هناولك، يبقى كده كلها يجي بدري في المناولة، وبقى ما كسرناش الاستهتار بتاع التناول. موافقين؟ طبعا هو أبونا يعني بيبقى دايما وشه للشرق وهو بيصلي، فما بيبقى شايف الناس مين اللي جاي بدري ومين اللي جاي متأخر. بس على الأقل في فترة قراءة الرسائل، فترة قراءة الرسائل بتبقى وفترة ووقت الوعظة بيبقى تقريبا أبونا يعني ممكن يبص يشوف. وبعد كده اللي ما بيشوفوش بعد كده اللي جايين ما كانوش حاضرين الكنيسة من بدري. يعني أنا هقول لك حاجة يا أخ عماد، أنا اتعلمت، كان الكنيسة اللي أنا نشأت فيها وأنا صغير كانت في شبين الكوم، كنيسة ماري جرجس في شبين الكوم، اترسمت فيها شماس وأنا طفل يعني في أواخر الستينات وأول سنتين في السبعينات. وكان مكتوب كده، مش ناسي أنا، كان مكتوب حضور القداس ليس بعد الحمل، بعد رفع الحمل، الاستعداد للتناول. أنا فاكر وأنا طفل، بس كنت فاكر كويس لأني كنت شماس وحفظت المردات وأنا طفل كده، كان مكتوب إن اللي عايز يجي يحضر يكون صايم من اليوم السابق، أو على الأقل لو القداس بدري قوي يبقى صايم 9 ساعات، لأن كان في قداس بيطلع 7:30 كل يوم وقتها، يبقى صايم 9 ساعات ويحضر على الأقل من وقت تقديم الحمل. ما ينفعش يبقى الحمل السيد المسيح الحمل الحقيقي بيتقدم وإحنا هنيجي بعديه، إحنا لازم نكون جايين حاضرين قبلها. بعد كده رحت اسكندرية وظبت على الكنائس هناك، فلقيت حاجة مكتوبة، أنا الأول مرة يمكن أقول الكلام ده، أنا اعتبرتها شيء من التنازل أو شيء من يعني نزلنا درجة، يعني اتخلفنا درجة. لقيت مكتوب الحضور مبكرا على الأقل قبل قراءة الإنجيل. قلت إيه ده؟ أنا اتعلمت وأنا طفل صغير في الكنيسة إن إحنا نحضر قبل الحمل. إحنا نزلنا خالص لحد لما نسيب كل القراءات حتى والحمل وكله ونيجي ساعة قراءة الإنجيل. مش عارف إحنا بنرجع لورا ولا نتقدم لقدام، مش عارف. وبعدين دلوقتي أصل أنا ما لحقتش الإنجيل، لحقت آخر حتة في الإنجيل، أنا جيت في الوعظة واللي جاي بعد كده واللي جاي بعد كده. مرض مش كويس، مرض منتشر الحقيقة، مرض مش كويس، مرض خطير، ولازم الكنيسة تواجهه بشدة، لأن ده بيضيع مننا البركة بتاعت التناول وبيخلينا ناخد دينونة. لأن القداس في حد ذاته إعداد للتناول، إعداد للنفس بالصلوات وبالتسابيح وبالقراءات، دي رحلة توبة وإعداد. لكن أنا ما استعدتش، طب أجي أستفاد إيه؟ في ناس بتيجي تاخد لقمة ألاقيها جاية داخلة على الوقت التوزيع، أو جاية تاخد لقمة البركة. حبيبي طب ليه نضيع مننا كل البركات دي؟ ليه؟ لا مش عارف، أنا حاسس طبعا إن إحنا لازم نوقف وقفة جدية شوية. خلينا نرجع تاني نقول إن اللي يتناول لازم يكون على الأقل يعني جه وقت الحمل، ما جاش بعد كده. جه حضر الحمل من بداية القداس، تقديم الحمل وكرياليسون وبداية القداس صلاة الشكر تقديمة الحمل، دي بداية القداس، وحضر كل القراءات الكامل عاش جو القداس، عاش جو القداس. لكن احنا بالوضع الحالي كده مش عارف، حاسس انه محتاجين نشجع نفسنا، محتاجين نشجع بعض. انا عايز اشجع قبل، لان انا يعني هو ربنا يعني بيتصرف، ربنا بيتصرف، لانه زي ما قال لاهل كورنثوس كده ما اعطاهمش قانون قد ما حذرهم وقال لهم ربنا شايفين بيعمل فيكم ايه، قال لهم كلمتين صعبين الحقيقه، قال لهم شايفين كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، وقال لهم كلمتين تحذير شداد، قال لهم اللي يتناول كده يبقى بياكل ويشرب دينونه لنفسه، اللي بيتناول كده يبقى مجرما في جسد الرب ودمه غير مميز جسد الرب. يلا يعني نستعد. اما يعني ابونا اسحاق ده ما يتقارنش بحد اصلا، كان بيعرف بنظره واحده يفتكر كل الناس. ما انا ما عنديش
القدرة دي خالص. ما بقدرش أبص للناس أثناء التنوع عشان أثناء القداس، عشان ما يعني قليل لو خدت بالي مين موجودة ولا ممكن أتشتت يعني. فبركز نفسي إن أنا يعني أركز في الصلاة وفي ودني مع القراءات أكتر ما أشوف يعني الناس مين حاضر. أحيانا طبعا وأنا بلف بالبخور أحيانا أخد بالي مين موجود، وأحيانا برضو ما بصش ما أخدش بالي. يعني هي بتختلف أصلا من واحد للتاني. كان ناس حق ربنا نايح روح وكان عنده موهبة يعني حادة في الموضوع ده يعني. طيب عدى عنده سؤال؟ طيب تفضل نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب يسوع المسيح من كل قلوبنا نشكرك لأنك يا ربي أرسلت لنا روحك القدوس، روح الحق المعزي اللي يرشدنا إلى جميع الحق، اللي بيقود الكنيسة وبيدينا القوة والنصرة على كل التحديات اللي ممكن تواجهها الكنيسة ونواجهها إحنا كأولادك يا رب في هذا العالم. نشكرك يا رب لأنك كلما بنجيلك بتملانا بقوة روحك القدوس عبر كلامك المحي وعبر أسرارك المقدسة. أعطينا النعمة يا رب نحن نتزود باستمرار بروحك القدوس كي نكون مملوئين قوة في مواجهة كل التحديات اللي ممكن نشوفها في حياتنا. بارك يا رب كنيستك وشعبك، بارك أولادك الحاضرين هذا الاجتماع، بارك شعبك في هذه المنطقة وفي كل مكان. أذكر خلاص العالم كله من أجل شفاعات أمنا الست العذراء، من أجل بركة كاروزنا مريم مرقس، من أجل بركة صوم أبائنا الرسل الأطهار. استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.